بالأمس كان من المفترض أن يكون معنا الأمير خالد بن طلال عضو شرف الهلال، تعليقا في تعليقه على أحداث أو القرارات الأخيرة من اتحاد الطائرة حول الإيقافات والإنذارات اللي حدثت. حقيقة كان في سوء لبس أو لبس في مسألة نقل الرقم، وحاولنا الاتصال ولكن اكتشفنا إحنا جالسين نتصل على رقم خطأ. اليوم يعني استأذننا من سمو الأمير أن يكون معنا اليوم. مساء الخير سمو الأمير، أو صباح الخير. يلا حيهم، نظرا لطلب رقم غلط فيخصم عليكم 3 نقاط. طيب سمو الأمير، احنا ما احنا محظوظين معك، المفروض اليوم يكون مداخلتنا من البداية، لكن مثل ما شاهدت الموضوع لا بالعكس، الا قرارات اتابع والله الموضوع، وموضوع حساس وقرارات حاسمة، والله اعلم ما تيجي حسب الاستئناف، بس هذا يدل ان الاتحاد متابع القدم و يقويهم الله وبيض وجيههم، والله يعينها على الاستئناف. شكرا لك سمو الامير، شكرا على رقيك واخلاقك في التعامل معنا حقيقه. ونعتذر منك مره ثانيه عن الاتصال الامس. اليوم سمو الامير القرارات، احنا نحب نسمع منك تعليق على هالقرارات اللي صدرت بالامس بخصوص الايقافات، هل تجد انها منصفه؟ هل تجد فيها اجحاف في ظلم للاخر؟ خليني الله يسلمك. يمكن اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى صحبه اجمعين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا رايي اذا امكن عشان اكون حيادي، اخذ قرار قرار. نعم. الله يسلمك، لو انت تبتدي بالقرارات وانا اقول لك في رايي عادل او مجحف. ايقاف احمد البيشي او مسفر عفوا، نظرا لما ظهر على الفيديو تسجيل، ولو ان قصده في البدايه التهدئه ولكن ما ظهر لا يليق بالروح الرياضيه وكان عادل. لاعب الهلالي طبعا. لاعب الهلالي، لاعب الاهلي، ايقاف لاعب الاهلي؟ لا انت قصدك البيشي. البيشي يتكلم عن القرار الاخر. نعم، البيشي اللي هو 3 اشهر اللي طلع في الشريط الفيديو، ولو ان قصده في البدايه التهدئه مفروض انه ما يروح يم اللاعبين الجماهير الاهلاويه، والقرار عادي. طيب وش القرار اللي تشوفه سمو الامير انه ما كان منصف؟ بالنسبه لابراهيم سلم كذلك قصده يروح يخفف الموضوع ويهدئ الجماهير الاهلاويه، ولكن ما ظهر في التسجيل لا يليق بالروح الرياضيه ولا بالاخلاق، واقول كذلك كرياضي وكهلالي بالعكس كان قرار عادل. اما هذا من ناحيه قرارات العادل، اما من ناحيه قرارات الثانيه لاعب الذي تهجم على الاهلي من لاعب الاهلي وتهجم على الحكم الثاني بالقرب منه ومحاوله الاعتداء عليه كان بالراس او بالصدر وابعاد اللاعب الاهلاوي الاخر من عنه وتوقيفه مباراه واحده، هي اصلا النظام يقول مباراه واحده. نعم. معناها لم يعاقب اجراء تصرفه الذي استفز الجماهير واستفز الوضع كاملا واستفز بناء عليه جماهير الاهلي بعد استفزاز جماهير الاهلاويه. وتصرفه هذا لو تشوف الان هنا بالتلفزيون، هذا التصرف كان هناك في شتم وكان في تهديد وكان في كذلك تقرب منه اللي في الشوط الثالث والشوط الرابع. على رايي هذا لم يكن عادل بل كان مجحف في حق الهلاليين. اما طيب. موضوع الجماهير، نعم، هذا كان مجحف لان هذا تكرر اكثر من مره وليس شيء جديد. اذا رجعت الى السنوات السابقه في المباريات الحاسمه، فانذار جمهور اظن يجب ان يكون قرارات حاسمه كما فعل الان في القدم، بحيث الجماهير يعرفون هلاليه نصراويه اتحاديه اهلاويه يجب التحلي بالدين والاخلاق والروح الرياضيه ولا يستفزوا اللاعبين. وانا الظاهر انه المشرف العام بعث لكم ايميل ببعض التصرفات اللي صورت. صحيح. من ايميل الاهلي، انا ما ادري وصفكم ولا لا، ولا اتكلم مع احد الاخوان عندكم. نعم. الرياض او الغانم ناسي والله. نعم. وبعثت الصور لتوضيح الوضع، فاذا من ناحيه كانت عادله في حق الهلال، ومن ناحيه ثانيه كانت غير عادله في حق من ناحيه الاهلي، واذا طيب. معناها الذي تضرر هو الهلال. طيب. وليس
إما أعدل في الجهتين أو أظلم في الجهتين. أما تعدل في جهة وتظلم في جهة أخرى فلا أظن هذا ما مقبول رياضيا، لأنكم فريقين سعوديين. طيب سمو الأمير، آخر شيء بسألك، وأنت رجل يعني مسؤول تصرفت بمسؤولية في المباراة الماضية، في مباراة قادمة بين الهلال والأهلي على ما أعتقد، سمو الأمير، هل تخشى من يعني أن تتكرر الأحداث، ولا تخشى في احتقان، ولا مطمئن لأن الوضع سيكون هذا إن شاء الله؟ لا ماني مطمئن أبدا. أقول لك ليش ماني مطمئن، لأن تابعت أحد أظن مسؤول رئيس الاتحاد الطائرة، نعم، وعطى بعض الأعذار من ناحية أنه نحن كلمنا فلان. أنا أظن أنه وجود اللاعبين الآن مفروض أنه كان يعني المباراة تكون في محل حيادي كالشرقية والآخرين، لأنه تعرف النفوس الآن مستفزة. مباراة نهائية في جدة، جماهير أهلاوية لا تستطيع تتحكم في الجميع، سيكون هناك وضع الجميع على أعصاب لا تستطيع تتحكم فيه، لدرجة أنه كلمنا مكتب رعاية الشباب في الرياض، أو بالأصح مكتب رئيس الاتحاد رعاية الشباب في الرياض، لوضع الأمني لا في التنقلات أو الفندق أو الملعب، نظرا للأعصاب المتوترة من الجهتين. وهذا ما كان نبغاه، وهذا السبب كان نطلب أن يكون في منطقة محايدة. وعلمهم بإذن الله أن المسؤولين يقومون بما عليهم، وأنا وعدت اللاعبين يكون معهم بإذن الله بعد في محاولة تهدئة النفوس من الناحيتين. لكن أرجع كمرة لرئيس اتحاد الطائرة وأقول تراها مسؤوليتك، وأنا خطاب الشكر الذي جاني بكل احترامي وتقديري لكم شكرا له، لكن لا أقبله وأرفضه، لأن إذا تشكرني ولا تعدل مع فريقي ولا تعدل مع اللاعبين السعوديين بينهم من بعض فلا أستطيع أن أقبل خطابك. شكرا. خطابك الذي بعثت لي بكل احترام تقول لك أرفضه، إذا لم تعدل مع الشباب السعودي بينهم بين بعض فلا أستطيع أني أنا أقبل الخطاب الشكر الذي جاء. شكرا لك سمو الأمير، يعطيك العافية، شكرا على تجاوبك.